علي يا علي يا علي يا علي علي يا علي يا علي يا علي. ولا يقتصر هذا على شيعة أهل البيت، إننا نجد أن الذين كتبوا في علي من المسيحيين نثرا وشعرا شيء ليس بالقليل. هذا عبد المسيح الأنطاكي شاعر مسيحي ينشئ ملحمة شعرية من 5000 بيت من الشعر الراقي في رسول الله وأهل البيت عليهم السلام، وأكثرها في علي بن أبي طالب. هذا بولس السلامة الذي ينشئ ملحمته المعروفة عيد الغدير في 1000 بيت من الشعر الرائق البديع الجميل، وقد اشتهر على الألسن أيضا منه قوله: فإذا لم يكن علي نبيا فلقد كان خلقه نبويا، أنا من يعشق البطولة والإلهام والخلاق الرضيا، جلجل الحب في فؤاد المسيحي حتى عد من فرط حبه علويا. لا تقل شيعة هواة علي، إن في قلب كل منصف شيعيا. يا سماء اشهدي ويا أرض قري واخشعي إنني ذكرت عليا. ماذا يدعو هذا الشاعر وهو المسيحي دينا وغير المسلم عقيدة، على الأقل بحسب الظاهر، إلى كل هذا العشق وإلى كل هذا الحب وإلى كل هذا الإعجاب بهذه الشخصية؟ ما الذي يدعو أشخاصا من المدرسة الأخرى بحسب التصنيف المذهبي ليسوا من مدرسة أهل البيت بحسب النظر الفقهي، كابن أبي الحديد المعتزلي شارح نهج البلاغة في 24 مجلدا من الشروح المفيدة والقيمة، وفيها إطلالة جيدة على التاريخ والأدب، يكتب مقدمة تمتلئ بالإعجاب والإكبار والحب لعلي بن أبي طالب؟ يقول: ما أقول في رجل ترجع إليه كل منقبة وتعود إليه كل فضيلة وتدعي كل فرقة من الفرق أنه مؤسسها وصاحبها ورائدها. ما أقول في رجل إن جئت إليه في ميدان القتال تصورت أنه لا يعرف شيئا غير القتل والقتال وإسالة الدم، حتى إذا جنه الليل خضع لربه ونادى إلهه ووقع على الأرض من شدة الخشوع كالخشبة اليابسة تبتلا وخشوعا وخضوعا. ينشئ هذا قصيدة من غرر القصائد المعروفة: يا برق إن جئت الغرية فقل له أعلمت من بك مودع،
فيك ابن عمران الكليم، وبعده موسى يقفيه وأحمد يتبع، بل فيك جبريل وإسرافيل وميكال وإسرافيل والملأ المقدس أجمع، بل فيك نور الله جل جلاله لذوي البصائر يستشف، فيلمع فيك الإمام المرتضى، فيك الوصي المجتبى، فيك البطين الأنزع الضارب الهام، الضارب الهام للبهم الكمات يقنع، والسمهرية تستقيم وتنحني، فكأنها بين الأضالع أضلع، يا قالع الباب الذي عن هزه عجزت أكف أربعون، وأربع ومبدد الأبطال حين تألبوا، ومفرق الأحزاب حين تجمعوا، إلى آخر كلماته وقصيدته. ما الذي يدعو هذا الرجل إلى أن ينشئ مثل هذا الشعر الراقي والفخم العالي في حق أمير المؤمنين عليه السلام، وهو بحسب التصنيف المذهبي ليس إمامه الأول، لأن ابن أبي الحديد معتزلي محسوب على أهل السنة، وإن كان عنده مع الأشاعرة منهم شيء من التمايز، لكنه يمتلئ عشقا وإعجابا وحبا في علي بن أبي طالب عليه السلام. وهكذا إذا جئت إلى بعض الشعراء القريبين من عصرنا كعبد الباقي العمري الموصلي المتوفى قبل 150 سنة، وهو رجل حنفي غير شيعي، لكن عندما تقرأ قصائده وبالذات في علي بن أبي طالب تجد أن هذا يذوب حبا وعشقا في علي بن أبي طالب. أنت العلي الذي فوق العلا رفع ببطن مكة وسط البيت إذ وضع، وأنت حيدرة الغاب الذي أسد البرج السماوي عنه خاسئا رجع، وأنت الذي لله ما وصل، وأنت الذي لله ما قطع، إلى آخر قصيدته، وهي طويلة ومفصلة، فيها ذكر لأمير المؤمنين سلام الله عليه رائع وشعر رائق. ما الذي يدعو هؤلاء ثم